تطوير اللاعبين فرديا. يعني انا لما كنت بسال مدربين ومدربين اجانب، هو انت ليه ما بتشتغلش مع اللاعبين ده من زمان، مش بتكلم مع المدربين الحاليين حتى، يقول لك انه ما هو الطبيعي اللاعب يكون بيعرف يسلم ويستلم، طبيعي اللاعب يكون بيعرف الاجانب والمصريين الاجانب اجانب. لما بتساله انت ليه ما بتطورش اللاعب ده، يقول لك ما هو الطبيعي من الاصل انا بدرب اكبر فريق او اكبر فريقين او اكبر منتخب، فطبيعي يكون عارف. احنا عندنا قصور في ده كبير جدا، انه اللاعب نفسه ما يبقاش عنده البيزكس او الحاجات البدائيه بتاعت اي لاعب. عندك كده ليه؟ هقول لك ليه. ان انت عندك المدربين، ويمكن احنا دايما بنقولها مش مدربين بس، هو دايما في قطاع الرياضه عموما لازم تبقى متعلم عشان تعلم. ما ينفعش تيجي 90 دقيقه يبقى انت كل الكارير بتاعك او مستقبلك في ال 90 دقيقه، ان انت كنت لعيب كويس وبالتالي تبقى اداري كويس ومدرب كويس ومسؤول كويس. لا طبعا، انت لازم تطور من نفسك وتتعلم علشان تعلم. فهل المدربين اللي بيمرنوا الناشئين معاهم الرخص اللازمه؟ لا. ده رقم واحد. طيب، هل هو يعرف يتعامل سلوكيا مع الاب والام واللاعب؟ لا. انا بقول لك بناء على تجارب، ويمكن انا اشتغلت فشفت وقربت جدا. تقصد سلوكيا كمان ليه؟ نفسيا طبعا، اللي نفسي. هو يبقى فيه يعني في فرق الناشئين في العالم كله بيبقى فيه اخصائيين نفسيين متخصصين في هذا الامر. احنا شفنا مدربين اللاعبين عندهم 8 سنين بيزعق لهم جامد يعني عشان ما كسبش بطوله او ما سجلش هدف. بالظبط. فانت عندك الحاجات دي كلها يعني صعبه جدا، صعبه جدا، وبعدين مش على علم. فبالتالي اللعيب اللي بيطلع ما بيطلعش سوي. ممكن يبقى انت شايفه فنيا كويس، لكن هو عقليا او منتلي هو متاثر جدا وبيخاف. بيخاف من الضغط، بيخاف من البصه، بيخاف ممكن لو هو بيلعب في ماتش بره لو ضيع فرصه ما يعرفش يرجع نفسه، ما عندوش ثقه في نفسه. الكلام ده كله مهم جدا. انا بقول لك كده بناء على ايه؟ احنا كنا بنعمل قبل كده معايشه في ريال مدريد. كان ساعتها من النادي الاهلي وفد طالع، المهندس خالد مرتجي، وانا وحسام وامير. كابتن حسام غالي، كابتن حسام غالي وكابتن امير توفيق طبعا، والمهندس خالد مرتجي. رحنا فالريبورت، احنا كنا بنرجع بنكتب ريبورت الكابتن الخطيب. من ضمن الحاجات في ريال مدريد الراجل المسؤول عن الناشئين، كنت سالته سؤال كده، كان في اتنين لعيبه، واحد جامد جدا يا كريم جدا فنيا، واحد تاني اقل منه، بس هو بيقول لي ان الاقل منه ده هو اللي هيلعب فيرست تيم الاول. فبقول له ليه؟ قال لي عنده شخصيه، عنده ثبات انفعالي، يقدر يعمل. فهم بيبصوا على حاجات معينه مهمه. عشان كده محمد صلاح، وهو ده النموذج اللي احنا على طول بناخده وبنقتدي بيه، محمد صلاح لما بيجي يتكلم بيقول لك ايه؟ بيقول لك المايند سيت. انا اشتغلت على نفسي كتير، انا تعبت، انا فكرت ان انا اغير ده علشان اعرف اغير اي حاجه. اي امكانيات. فانت عندك موضوع الناشئين صعب. انت بتقول لي ان الاجانب بتقول طبيعي، طبيعي الاستلام والتسلم، بس انت عندك في مصر التعليم مش اقوى حاجه، ومفيش ابديت، مفيش تطوير، وبالتالي المنتج اللي بيطلع مش متكامل. ايوه. فانت لما تيجي تقول لي انا عاوز مثلا المهاجم يتحرك، انت عندك المهاجمين في مصر دلوقتي في ناس بتتحرك غلط جدا. جدا. في ناس بتتحرك غلط جدا. يعني عشان كده انا كنت يعني عماد متعب كان في حوار بيني وبينه، قلت له عماد حاول تشتغل تبقى نفس فكره فان باستن اول ما بطل. لو اشتغل مع المنتخب الهولندي يعني للمهاجمين. هايل. ده في كثير من الاجهزه الفنيه في العالم دلوقتي بقى في واحد المهاجمين، في واحد المدافعين، في لاعب، بس دي فكره عظيمه. فقلت لعماد اشتغل. ان عماد كمان بيحب بيحب يعني فنيا جدا. بيحب جدا. كان يعني انت مثلا قلت لي اشتغل مدرب، ما مستحيل. انا عناية كويسه واعرف احلل كويس الحمد لله وكل حاجه، لكن ما بقدرش. ما تحبش تشتغل مدرب؟ عندي الناحيه الاداريه هي الطاغيه. يعني كل واحد بيبقى هي كده، هي الادرينالين بتاعك فين؟ في الناحيه الاداريه.